آه يا أبو فلا، عطنا بيتين أو شيلة. والله إني تعبان يا أبو فلاح، لكن أفا سلامات. أيوة سلامات، ما تشوف شيء من أمس حتى ما طلعت البث واجد. أشوفه كم صغايب أنا البث ليه؟ بر للجمهور. والله جتني سخونة وصداع قوي جدا جدا، ما خلاني أطلع من الغرفة وما غير خمس دقايق وارجع. لكن أبشرك الحين بخير. شلون صرت الحين؟ أشوف عليك حرارة. خفت. لا أمورك طيبة إن شاء الله. أخذت روشت، أخذت لي حبوب، وبشركني طيب. يا ملال وزا، قول واخر وزين. لا قول يا ملال السخونة حقت كذاك. يا ملال السخونة. أنا الظاهر إني قلتها كمال السخونة وبليتك. إيه كنت تقول لي أوائج الله يسمحك أبو فلا. جاتني السخونة. يا بعد حي، طيب ابن فرزان. آه هل فكرت من بداية البرنامج للحين بالأيام الماضية كلها إنك تنسحب من البرنامج؟ هل جتك فكرة إنك تنسحب من البرنامج؟ لا ما فكرت الصدق، ولا طرأ لي، أما انسحاب لا. يمكن ترى لي أستاذ ترى لي، أما انسحاب لا. أنت طبعاً ما استاذ. هم جينا هنا إلا بعد شق أنفس ومحرجنا نفسنا مع الناس، أنسحب بالأخير. طيب أنت ما استاذ أنت صح؟ ما طلعت ولا مرة 24 ساعة. لا ما أنت من ضمن اللي طلعوا 24 ساعة. ما طلعت، ما قد سدت. طيب أنت تقول فكرت إنك تطلع 24 ساعة صح؟ إيه. ليه؟ وش كان السبب إنك تطلع؟ كنت بروح أسلم على الأهل وأعود. أنت أهلك بالرياض؟ لا جدة، كنت بروح صدر الطيران، طلعت الطيران ساعة ونص وأنت في جدة وساعة ونص وأنت في الرياض. هل تلقى رحلة بينها خمس ساعات يعني كذا؟ اي جدا رياض كثير الرحلات، انا قلت بحجز من هنا الصباح وصباح من الثاني ارجع. بس حسيت انه تعب وما تسوى. قلت خصم نقاط. قلت يا ولد ما عاد الا القليل، خلاص نصبر ونروح ونقعد عندهم بالاسابيع. يلا ما بقى شيء ان شاء الله 10 ايام ينتهي البرنامج. خوي جدا اجيك لجدة ان شاء الله. تعتمر ورجيني جدا اجيك. الله يحييك. ما انا عاد انت من سكان جدا سابقا. اكيد طبعا لازم تزورها. بجيكم. منو معي يا حبيبي؟ يلا هلا يا نجاح. ايوه السلام عليكم. يا مرحبا، يلا حيه. من وين تكلمينا يا نجاح؟ من المدينه المنوره. نعم. حاب اوجه رساله للشباب ورساله فارس. ما اسمع. حاب اوجه رساله للشباب ورساله لفارس. اعطينا. تقول حاب اقدم رساله للشباب ورساله لفارس. الشباب ما شاء الله عليكم، انتم ما تحتاجون نصائح، قدمتم اللي عليكم، راح الكثير وما بقي الا القليل، وشدوا حيلكم والله يوفقهم. اما بالنسبه لفارس فانا اقول ما شاء الله تبارك الله، ابدع طيله ايام البرنامج، خير من مثل ربعه ونفسه وجمهوره. واقول فارس طبق مقوله اجعل من يراك يدعو لمن رباك. الله الله يستاهل ابو مبارك. وانجي النقاط له. النقاط لابو مبارك الساهر. الله يعطيك العافية وما قصرتي، والرسالة هذه تاج وشرف لي، وبإذن الله أني راح أستمر على نفس المستوى إذا ما هو أكثر إن شاء الله. والرسالة هذه صراحة دافع معنوي، وأسأل الله أن يوفقنا وياك ويسعدك على كلام الطيب. ساهل يا أبو مبارك الساهر. شكرا لك يا نجاح على نصيحتك. ابو معجب انا ارسل رساله منه ابو معجب تراك اخوك مسلم اي كلمه تجي زي الخاطر. انا ارسل لك كل رسائل الغرام يا ابو معجب. الله يسلمك. غرام يقول شو لما اعطيتوني قهوه؟ اعطى قهوه، اعطى ايش يقول الشاعر؟ ها شو يقول؟ كل مجلس راعيه، كل مجلس لنا راعيه ظلماوي ظلماوي. قهوه يا ابو فلاح. ايش رساله هادفه مني فرد؟ علومك الله يبشرك. شكلك طيب والله. زمان ما تلاحظ انه من زمان ما اجتمعنا بالمطبخ انا وياك يا ولد؟ فرقونا العذاب. ما فرقونا، القوالب عشوائي. عشوائي. شو اخبارك؟ ان شاء الله جديد. علومك والله بخير. علومك يا ابو ماجد والله ابشرك. وش رايك بسفرة عمان؟ والله ثقة. سولفني عن سفرة عمان. ثقة الله كان ناقص هي ثقة 90%، انتم 10%، يعني لو جيتم 100%. احنا عصرنا 10% يا ابو معجب. 30% عشان الخوه اللي بيننا وبينك. حطها النص بالنص يا ابو معجب. 50% تعيش. زوده 10 عشان احنا نصير اغلى منك. لا لا تشاوي تشاوي. برجع لك بس خلنا نشوف ساره معنا. مرحبا يا ساره. السلام عليكم. هلا يا ساره، من وين تكلمينا؟ انا القصيم. ما اسمع؟ انا القصيم. من القصيم؟ ايه. ونعم يا سارة، اعطينا نصيحة تقدمينها للشباب او كلمة لشخص من المتسابقين.
يحفظون على الصلاة وأعطي نقاط نواف. الساهر بن فرزان 50 قال نواف بن فرزان. الله يعطيك العافيه يا ساره. عطى عطى حق بن فرزان. بيض الله وجه اللي دعمني بالنقاط. شكرا لك يا ساره يعطيك العافيه. نكمل موضوعنا. موضوعنا ارعب. حط حنا 60 وانتم 40. لا لا 50 50 نفداك. صراحه انكم الرحلة 100% أنها خسارة لأن إيش؟ لأنكم أنتم فيها 100% خسارة. نعم نعم نعم. الحين طيب إحنا تقول لي 100% بس يا مريات الموضوع لين هي 50% لا صدق والله سولف عددك تبي الصحيح 40% ترى ولا اضرب راسك على الرداد. ليش لكم أربعة كل واحد أي شيء أي شيء أي شيء يجيني منك ما أجيب يا لا بعيدين عن الموضوع هذا لكن أبي شو نسوي ما أقدر. هلا أبو مالك يا مرحبا. السلام عليكم يا مرحبا ما سهلا. السلام عليكم. سلام يا مرحبا سعد لك يا أبو عبد خضراء يا حيا الله يعافيك يا مرحبا يا أبو شايع يلا حيا الله يبقيك يطول عمرك يا شباب يلا حيا أبو شايع الله يبشرك نحمد الله بنعمة. وش علومك وش علوم اللي وراك؟ كلن طيب وخير ايش حالكم انتم طيبين؟ كلن طيب نحمد الله. وش وضع الوالدة طيبها وخير؟ ما عليها طيبة وبنعمة. وش شايب؟ كلن طيب نحمد الله. وش علوم مالك؟ بشرني عن مالك. ما عليه ما عليه طيب وخير. يلا حيهم. والله يبقيك اخباركم انتم طيبين. والله ابشرك الحمد لله هنا يا مثل ما تشوف. نطبخ في النهار وفي الليل نطبخ وفي النهار نطبخ وفي الليل نطبخ. الله يعيننا وياك شد حيكم بس ما عاد الا قليل. والله ابشرك طيب وبخير. دقيقه مطفه. والله طفى. اقول شد حيكم شد حيكم ما عاد الا قليل. اي والله ما عاد بقى الا القليل. وش ابغى نقدم ابو فلاح. هلا ومرحبا. اخباركم طيبين؟ هلا ابو مالك يلا حي سيف الحال الله يعافيك ويبقيك عساك طيب الله نحمد الله سلم لي عليك على الشباب كلهم يوصل يوصل عطنا نصيحه توجهها للشباب عاد بما انك اتصلت يا بعد حي عطوا شد حيكم ما عاد الا قليل ما عاد به شيء 50 نقطه تهديها لمنو غير عبد العزيز المسفري خلاص تصرف انت لقد ما معطيها نسيبي تصرف تعطيني اياها ولا ارفع لك قضيه 50 نقطة يا ابو ماجد استاهل معك بيض الله وجهك ابو مالك وسلم لي عليك ووجهك ووجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا بعد حي انت ووجهكم ووجهكم هلا ومرحبا مرحبا يبلغ يبلغ هلا ومرحبا يا مرحبا والله يا ابو والعلوم الله يبشرك ايوه ايش الاخبار؟